بيبدا النهارده، وبنقول صباح النصر فعلا، لان ماتش الاهلي والمريخ امبارح اللي اتحسم لفريقنا كان ماتش جميل جدا، وشفنا يعني من البدايه كمان كانت بدايه محترمه جدا، كان يمكن فيه شويه صعوبه لكن العبره بالنتيجه زي ما احنا بنقول والفوز، وبرده اللعب على الارض كان مختلف، احنا قلنا عايزين نشوف مباراه كويسه وده حصل، فبدايه برده موفقه لبدايه الاسبوع ان شاء الله، والمزيد من الاخبار بس اكيد هيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا نحاول ان احنا نتكلم عنها يعني على مدار الحلقه وكمان في الفقره الحواريه، لان برده عندك يا كريم شويه تاتشات كده، اخطاء تحكيميه او طبعًا. يعني في حاجات برضو الواحد مهما قعد وطلع واتكلم عنها وتساءل وطرح الكلام ده وسمع تحليلات مختلفه، برضو هي معاك يعني هي مكمله معاك، فالواحد مبقاش فاهم طب ونهايتها ايه. بس على كل حال هو السؤال وليه تبقى مكمله معانا طالما احنا في الاخر بنتكلم على اخطاء بشريه من الممكن تداركها، بنتكلم على ان في قرارات في كتير من الاحيان بتبدو غير منطقيه، علما بان في حاجه اسمها مثلا فار، انا بتكلم في المطلق مش على مباراه بعينها، بس هو حصل فعلا عموما يعني ما اعرفش، بس في كل حال يعني زي ما حصل قبل كده كان في كبوه العادي بتاعنا، العادي بتاع النادي الاهلي، ان حتى لو في تعثر في مرحله من المراحل في ماتش من الماتشات العادي ان الاهلاويه كفريق وحتى جماهير كله بيقوم مره ثانيه يقف على رجليه، وده اللي حصل وقد كان في مباراه الامس، وان كان طبعا يعني بيني وبينك الجولين اللي جم فينا ما كانش ليهم اي لازمه. بص صراحة يعني. الصراحه معاك حق يعني بس هنتكلم، الاداء كان او بدا روعه، هدفين طبعا اللي احرزهم محمد شريف في منتهى الجمال، وجمالهم فكره هنا كمان اللي هو الاسيست اللي اتعمل، يعني الاول من بيرس تاو بتتكلم والثاني من احمد عبد القادر، يعني الموهبه اللي فعلا كل مره بيثبت فيها نفسه يا كريم، موهبه كبيره، عمل تمريره ولا اروع حقيقي لحضراتكم اكيد تابعته، ومن الاخر كمان عبد القادر ممكن هو يكون بيوصل رسائل كده لكيراش، يعني اللي هو انا اهو انا موجود انا يعني جاهز كمان لمنتخب مصر. الفريق كمان امبارح كان رائع جدا لو هنتكلم، ونتيجه ويعني اداء ونتيجه، وكان مسيطر بشكل كبير على المباراه، لكن لازم نرجع هنا نقول اننا يعني تهنا شويه في النص، ونتيجه ده دخل فينا الجولين اللي انت بتتكلم عنهم، وبعد كده يعني بدانا ان احنا نستعيد تركيزنا مره ثانيه ونسجل هدف التقدم عن طريق طبعا الجميل الكبير السوليه، لكن لازم برده نخلي بالنا في الماتشات اللي جايه و نسيطر شويه على تركيزنا، لازم يبقى في تركيز اكتر من كده، ودي مش حاجه تعبنا ومش حاجه تقل مننا ان احنا نقول ان احنا محتاجين تركيز اكتر من كده، ليه؟ لان انت بتفرح قوي وبتعمل اداء ومجهود على الارض باين للناس كلها، بعد كده ممكن شويه اخطاء بسيطه جدا او عدم تركيز يخليك ان انت يدخل فيه جول او اتنين زي ما شفنا امبارح، واحنا في غنى عن كل الكلام ده بصراحه، فاحنا نستحق اكيد كنا الفوز على المريخ، ودي اكيد برده خطوه في مشوارنا لحسم التاهل يعني لربع نهائي دوري ابطال افريقيا، فبالتوفيق في اللي جاي اكيد عايزين نشوف نفس المستوى مش اقل، ده اللي احنا بنتمناه.